أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صوت الأرض والتي نخصصها للهندسة الزراعية والتي تمثل أساس النهضة الزراعية التي ترتكز على التقنية والآلات الحديثة لتوفير الجهد والزمن وصولا لأعلى إنتاجية. أهلا بكم. تعد الهندسة الزراعية أحد أهم الأسس في البنية الاقتصادية، فقد لاقت تطورا كبيرا سعى الإنسان بها إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة أسهمت فيها التقنيات المتطورة في الخدمات الزراعية، مما أسهم في تطوير العملية الزراعية وخفض كلفة الإنتاج وتحسينه. وقد وفرت الآلات الزراعية الوقت والجهد، وتعتبر الميكنة الزراعية من أهم التقنيات الحديثة التي اهتم بها الإرشاد الزراعي خلال السنوات الأخيرة لدورها المتعاظم في تنفيذ العديد من العمليات الزراعية. وتهتم الإدارة العامة للهندسة الزراعية بتقديم المشورة الفنية ووضع المواصفات للجرارات والآلات والمعدات ومتابعة وتقييم البرامج الحديثة التي تم تطبيقها في المجال والوقوف على المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما يقع على عاتق الإدارة تحديد المواصفات الفنية للعمليات الزراعية وتحديد الآلات التي تستخدم في كل عملية زراعية لكل محصول ورفع كفاءة المهندسين الزراعيين ومشغلي الآلات الزراعية وتنفيذ برامج حصاد المياه. وتهدف الإدارة العامة للهندسة الزراعية إلى حماية الاقتصاد الوطني بضبط عمل الشركات العاملة في استيراد الجرارات والآلات والمعدات الزراعية ومدى صلاحيتها للعمل بالسودان، ووضع سياسة الإحلال والإبدال لهذه الآلات والمعدات، وتنسيق ومتابعة برامج التعاون الدولي والاستثمار في مجال الهندسة الزراعية والمشاركة الفنية في دعم مشاريع الأمن الغذائي. وتتكون الإدارة العامة للهندسة الزراعية من عدة إدارات، من بينها إدارة الآلات والاختبارات والتي تهتم بإجراء الاختبارات المعملية والحقلية للجرارات والآلات والمعدات الزراعية وإلزام الشركات بتوفير خدمات ما بعد البيع من إسبيرات وقطع قيار وضبط الكفاءة لإنجاز المهام. وتطلع إدارة الإسناد الفني والخدمي بتقديم النصائح الفنية وحل المشكلات الهندسية والقيام بالأدوار اللازمة للمحافظة على الآليات الزراعية وتوفير الصيانة والدعم الفني. أما إدارة العون الهندسي والبروتوكولات فتعمل على التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية لتطوير الاستثمار التقني وإنشاء علاقات وطيدة لاستجلاب أحدث الآليات الزراعية ذات الكفاءة العالية. وتختص إدارة تحديث الميكنة الزراعية بتوفير آليات ذات كفاءة على إنجاز المهام على أكمل وجه ومواكبة متطلبات العمل الزراعي وصولاً للنقلة الهندسية المطلوبة. أما إدارة الري وحصاد المياه فتقوم بحصر ومتابعة وتقييم طرق الري الحديث في السودان وتنفيذ برامج حصاد المياه وتطوير تقنيات الري. إنها الهندسة الزراعية التي وفرت الجهد والزمن وأسهمت بشكل فاعل في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وخفض كلفته، ويزعى القائمون على أمر الهندسة والتقانة الزراعية إلى إدخال الآليات الحديثة في كل العمليات الزراعية لنهضة زراعية شاملة ترتكز على التقنية والتحديث. مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، نتواصل وإياكم في برنامج صوت الأرض، وفي هذه النافذة أرحب بضيفي الباشمهندس حاتم إبراهيم مرغني، مدير عام الإدارة العامة للهندسة الزراعية بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية. مرحبا بك باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحب بفضائية السودانية 24 في الإدارة العامة للهندسة الزراعية ووزارة الزراعة الاتحادية.
طيب باشمهندس، مدخل نتعرف فيه أكثر على الإدارة العامة للهندسة الزراعية. الإدارة العامة للهندسة الزراعية لو حبينا نأخذ نبذة تاريخية عنها، إنها أنشئت مع نشأة وزارة الزراعة والغابات من حقبة الاستعمار، في حقبة الاستعمار، وكانت تسمى بمصلحة الهندسة الزراعية، ثم تغير الاسم إلى الإدارة العامة للشؤون الهندسية، وكانت تشمل ثلاثة أقسام: قسم الهندسة الميكانيكية ويشمل المحالج والطرمبات، وقسم الهندسة الزراعية يشمل الآلات الزراعية، وقسم الهندسة المدنية يشمل المنشآت والترع والطرق الزراعية، والقسم الرابع أربع أقسام: القسم الرابع يشمل الهندسة الكهربائية ويختص بكهرباء المشاريع الزراعية، ثم تغير الاسم إلى الإدارة العامة للهندسة الزراعية إلى يومنا هذا. تتكون الإدارة العامة للهندسة الزراعية من 6 إدارات حسب الهيكل المجاز من مجلس الوزراء المؤغر في 2017. تتكون من 6 إدارات: إدارة الهندسة، إدارة الاختبارات للآلات والمعدات الزراعية، إدارة التدريب الفني، إدارة الري والحقلي، إدارة الدعم الفني، إدارة التعاون الهندسي الخارجي، إدارة تحديث الميكنة. 6 إدارات الإدارة العامة الهندسية. باشمهندس، ما هو الدور الذي تلعبه إدارتكم، إدارة الهندسة الزراعية، للنهوض بالعملية الزراعية في السودان؟ لو نظرنا كليا الهندسة الزراعية في تطوير الزراعة في السودان ككل، نجد أن الزراعة تبدأ بالهندسة الزراعية كتحضير الأرض، ثم تنتهي بالهندسة الزراعية الحصاد وما بعد الحصاد، وما بينهم هنالك عمليات كثيرة تدخل فيها الهندسة الزراعية، كالرش بالرش المبيد تدخل فيها الهندسة الزراعية بآلاتها للرش، وخدمة المحصول من السماد والعزيق تدخل الهندسة الزراعية أيضا بآلاتها فيه، ثم الري والزراعة تدخل الهندسة الزراعية بزراعاتها في الزراعة لضبط العملية الزراعية لتؤدي لارتفاع الإنتاج والإنتاجية. نعم. طيب باشمهندس، الاعتماد على الميكنة الزراعية لزيادة الإنتاج أمر مهم، كيف تصل هذه الماكينات إلى المزارع محدود الدخل؟ تبنت وزارة الزراعة برنامج طموح من 2014 سمي ببرنامج الحلول المتكاملة، وفيه استجلبت وزارة الزراعة آلات زراعية وجرارات حديثة ملكتها للولايات في هذا البرنامج لتقديم الخدمة للمزارع، وقد أدى هذا البرنامج أهدافه كاملة. لأول مرة تخش الآلة في القطاع التقليدي الزراعي في السودان، وهو يعتبر من القطاعات الكبيرة جدا في السودان والتي بتنتج إنتاجية في السودان، رفعت من إنتاجية القطاع التقليدي للمحاصيل في القطاع التقليدي في الزراعة. الحاجة الثانية الممكن تصل للمزارعين قيام شركات للخدمات الزراعية، وشرعت الوزارة في قيام شراكات مع القطاع الخاص، مثلا زي شركة المزدانة وشركة الشراكة البرازيلية لتقديم الخدمة للمزارع، لأنه الآليات دي طبعا أسعارها غالية جدا، المزارع ما بيقدر يشتري الآليات دي، فالحل الوحيد لوصول التغارة أو الآلة للمزارع اللي هي بقيام الشركات دي وتقديم الخدمة للمزارع في القطاع التقليدي والقطاع الآلي والقطاع المطري والمروي. طيب باشمهندس، ما هي الأهداف التي حققتها إدارة الهندسة الزراعية، يعني أشياء ملموسة على أرض الواقع، ما هي أهم النجاحات؟ أهم النجاحات اللي حققناها إنه لأول مرة في وزارة الزراعة والغابات وضعت استراتيجية للهندسة الزراعية سنة 2014. استراتيجية الهندسة الزراعية تكونت لها لجنة من خيرة علماء السودان برئاسة بروفيسور
خميس كتشو كندا، واستغرقت اللجنة دي قرابة 8 أشهر أو 9 أشهر، وأعدت التقرير النهائي. أهو التقرير النهائي موجود عندنا هنا بالنسبة لاستراتيجية الهندسة الزراعية. تحتوي استراتيجية الهندسة الزراعية على 4 بنود. البند الأول اللي هو قانون الهندسة الزراعية، البند الثاني هيكل تنظيمي للإدارة العامة للهندسة الزراعية، البند الثالث قيام مجلس قومي للهندسة الزراعية كجهة استشارية للإدارة، البند الرابع وضع خطة طموحة للهندسة الزراعية في السودان. دي من أهم الحاجات اللي حققتها الإدارة في 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 العهد القريب. طيب ما هي الخطة المستقبلية والاستراتيجية يعني للنهوض بزيادة الإنتاج والإنتاجية في العملية الزراعية؟ عندنا برنامجين طموحين، اللي هو البرنامج الأول استبدال الديسك العريض في الزراعة الآلية، والديسك العريض من يعني مخلفات الحرب العالمية الثانية، أدخلوا الاستعمار في مناطق الزراعة الآلية لزراعة المؤن للجيش الاستعماري. وهذا الديسك العريض اللي هو من مساوئه انه ادى الى انخفاض الانتاجيه في مناطق الزراعه الاليه. نحن خطتنا الطموحه انه ادخال الزراعه في القطاع المطري، ومشينا فيه في برنامج الحلول المتكامله ده، والمزارعين تبنوا ادخال الزراعه في القطاع المطري وادى انتاجيه عاليه جدا بالنسبه للمزارعين. طيب يعني ما هو كيفية التواصل بينكم والولايات في موضوع الهندسة الزراعية تحديدا؟ عندنا تواصل معهم، اللي هو نحن عندنا بندرب الكوادر بتاعنا الهندسة الزراعية في الولايات، بنعمل دورات تدريبية، عندنا مركز مساعد للتدريب والاختبارات للآلات الزراعية، وده موجود في ولاية الجزيرة، وده بقوم بعقد دورات تدريبية لمشغلي الآليات الزراعية من سائقي وميكانيكية ومهندسين زراعيين في مجال صيانة الآلات الزراعية وضبطها وتشغيلها. ولأول مرة نحن سنة 2018 نعقد دورات تدريبية في كل ولايات السودان، لأول مرة نصل دارفور، ولايات دارفور الخمسة نعقد فيها دورات تدريبية في مجال الهندسة الزراعية في تشغيل وصيانة الآلات الزراعية. شكرا جزيلا لك باشمهندس حاتم إبراهيم مرغني، مدير الإدارة العامة للهندسة الزراعية بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، كنت ضيفا علينا في صوت الأرض. شكرا لكم. أتواصل مشاهدينا أينما كنتم في برنامج صوت الأرض. تهتم إدارة الآلات الزراعية بإجراء الاختبارات على الآلة فنيا وهندسيا للتأكد من كفاءتها في إنجاز المهام. إدارة الاختبارات من الإدارات المهمة جدا في الإدارة العامة للهندسة الزراعية، ويعول عليها كثيرا جدا في الاختيار الأنسب للآليات والمعدات الزراعية اللي بتجي من خارج السودان أو المصنعة محليا. والاختبار هو الاختيار الأمثل للآليات والمعدات من خلال تعريض الآلة لاختبار ما يسمى بالاختبار الحقلي Field Performance، وإحنا بنعرض الآلة لمجموعة بتاعت اختبارات. الاختبار الأول بنسميه الاختبار الأداء أو ما يسمى بالPerformance Test، والاختبار الثاني هو اختبار Durability Test أو المتانة أو اختبار الجودة. فبنعرض الآلة إذا كانت آلة جرار أو آلة معدية، آلة زراعية في الفيلد مباشرة عشان نقدر نعرف مدى كفاءتها، وإذا كان فيها مشاكل وقال هناك ملاحظات منها فبنعرضها الجرار بنعرضه 300 ساعة من الاختبار ونشوف مدى كفاءته. بنربط الجرار مع مجموعة من الآليات الثقيلة ونسميها آليات البرايمري أوبريشن أو الآليات الثقيلة وثم الثانوية أو بنسميها إحنا بالسكندري تيليجي أوبريشن. ديل بنعرض الآلة 300 ساعة بنعتبرها كافي جدا لمعرفة الأداء. ما يسمى بالأداء الأداء المتانة 300 ساعة أخرى ثانية إضافة، على الأقل نحافظ على نشوف الآلة مدى كفاءتها. إذا كانت هناك ملاحظات في الحقل بقت واضحة جدا في مشاكل تعرضت لها الآلة، فبنكتب تقرير للمصنع
ألقى المصنع يقدر نتعاون معاه أو يكون نوع من التعاون بينه وبين المصنع على يطور أو توطين الآلة أو تطويرها أو عمل لها إمبروفمنت أو تحسين الآلة لتؤدي أداء جيد أو حقلي أو ذا كفاءة عالية في شنو في الفيلد. فبالتنسيق إدارة الهندسة الزراعية أو إدارة الاختبارات بننسق مع الإدارة العامة للمواصفات هي سوية المواصفات المقاييس لاختبار الآليات. هنالك لجنة كل أسبوع تجتمع لمطابقة المواصفات الآلة بعد المستورد يجيب آلة من برا مثلا أو شركة تجيب آلة من برا يطابقوا المواصفة ثم يعطوا شهادة أولية ثم بالشهادة الأولية أو الشهادة مطابقة الأولية. نوعية الآلات بنعملها اختبار جرارات بأنواع الهورس بور الموجودة فيها أنواع الطاقة بتاعتها ومسمى بآلات الحراسة الأولية ثم آلات الزراعة وآلات الحصاد وآلات ما بعد الحصاد. كل هذه الآليات هي من الآلات المهمة جدا جدا وبنعرضها لمجموعة بتاعت اختبارات لنعرف كفاءتها سواء كانت هذه الآليات مستوردة من الخارج أو موطنة مصنعة داخليا. فبنشجع التصنيع المحلي برضو ونقيف معهم على أساس أنه إذا كان في ملاحظات بنضيفها للمصنع لتوطين صناعة الآلات الزراعية في السودان. فالاختبار مهم جدا حفاظا على المال العام حفاظا على مال الدولة حفاظا على حماية المزارع وحماية التدهور السريع في هذه الآلات. إذا ما اخترت الآلات المناسبة بصورة ممتازة قد تدهور كل هذه الآلات وهي مسائل تعرف أنه دولار هي في النهاية قروش تيجي من خارج. فالمحافظة عليها من خلال الاختبار هو الاختيار الأنسب لهذه المعدات. يشكل الإسناد الفني المرتكز الأساس للمحافظة على الآلات الزراعية وحل المشاكل الهندسية. الإدارة حقتنا بتقوم بربط شركات القطاع الخاص والتصنيع المحلي العاملة في مجال الهندسة الزراعية بخطط الإدارة العامة للهندسة الزراعية. اثنين بنقوم بالمشاركة في دعم مشاريع الأمن الغذائي. بنقدم لهم المشورة الفنية. الثاني احنا عبارة عن مركز معلومات في مجال الهندسة الزراعية اللي هي بيستعينوا بين كل الجهات من طلبة بحوث أو إذا كان أي جهاز صلة عندها معلومة محتاجة لها في مجال الهندسة الزراعية بترجع لنا إحنا. ثاني بنعمل في سياسة إحلال واستبدال الجرارات والآلات الزراعية. إحنا بنقوم بتقديم المشورة الفنية للسيد الوزير والسيد الوكيل في مجال الهندسة الزراعية والجهات اللي لها صلة بالهندسة الزراعية. ثاني بنقدم الدعم لصغار المزارعين بالتقنيات الملائمة لهم في مجال الهندسة الزراعية وبنساعدهم في تنفيذها وتطبيقها. ثاني عندنا برضو بنقوم بسياسة إحلال واستبدال الجرارات اللي بنقوم بحصر الجرارات والآلات الزراعية العاملة في القطاع الزراعي ودي عشان تساعدنا في تنفيذ سياسة إحلال واستبدال الجرارات. في النهاية إحنا عبارة عن قاعدة بيانات للمعلومات في مجال الهندسة الزراعية لكل الجهات المحتاجة لنا وبنضع المواصفات الفنية للجرارات والآلات الزراعية وأيضا بنضع المواصفات الفنية للعمليات الزراعية للمحاصيل المختلفة حسب نوع المنطقة وحسب التربة في المنطقة. إدارة الإسناد الفني والخدمي هي عبارة عن إدارة تمثل مركز معلومات في مجال الهندسة الزراعية بتعمل ربط بين الشركات العاملة في مجال الهندسة الزراعية والشركات والقطاع الخاص وشركات القطاع الخاص. تعتبر إدارة الإسناد الفني والخدمي من تعتبر كمركز معلومات في مجال الهندسة الزراعية اللي هي بتضع كل المواصفات للجرارات والآلات المستخدمة في المجال الزراعي وبرضه بتعتبر إنها هي من الإدارات اللي بتضع المواصفات الفنية للعمليات الزراعية حسب نوع المنطقة وحسب التربة. العون الهندسي والبروتوكولات من الإدارات المهمة لتطوير الاستثمار التقني بالتواصل مع الجهات الداخلية والخارجية. إدارتنا إدارة بتعنى بالعلاقات الخارجية في مجال الهندسة الزراعية. نحن بنعمل على تنسيق ومتابعة برامج التعاون الدولي والاستثمار في مجال الهندسة الزراعية.
إدارتنا بتمثل الوزارة داخلياً في الاجتماعات والمؤتمرات مع الوفود الأجنبية في مجال الهندسة الزراعية، وبتمثل الوزارة خارجياً في المؤتمرات العالمية والورش وكل النشاطات في مجال الهندسة الزراعية. أهم حاجة إحنا بنقوم بإبداء الرأي الفني للجرارات والآلات والمعدات الزراعية المستجلبة عن طريق المنح والقروض، ده للوزارة، وزارة الزراعة، وزارة المالية ولكل الجهات ذات الصلة. أهم حاجة إحنا في بنعمل أيضاً على تحديد الآلات الزراعية المطلوبة للاستثمار حسب المساحات المصدقة للاستثمار والمحاصيل وأنواع المحاصيل المزروعة. إحنا أهم حاجة في إدارتنا بنعمل على التعريف بالإدارة العامة للهندسة الزراعية في كل نشاطات الهندسة الزراعية عالمياً في كل المحافل ومع المنظمات والمؤسسات الدولية. نعمل على نقل وتبادل الخبرات في مجال الهندسة الزراعية داخلياً وخارجياً، يعني مع الجهات الخارجية وداخل السودان برضو. وشغلنا برضو بيتم داخل السودان مع الشركات الخاصة اللي بتعمل في مجال الهندسة الزراعية اللي هي بتستورد الآلات الزراعية أو تصنيعها محلياً. من أهم الحاجات اللي احنا بنقوم بها في إدارتنا اللي هو الرأي الفني ووضع المواصفات اللي بتضمن لنا دخول آلات زراعية مطابقة للمواصفات السودانية وللعمل وللعمل في ظروف السودان الحقلية والمناخية. الميكنة الزراعية أسهمت بشكل فاعل في تطوير العملية الزراعية وخفض كلفة الإنتاج وتحسينه. نتابع. حضارة الدول تغيم بمدى استخدامها للآلات الزراعية، كويس؟ مدى استخدامها للآليات الزراعية وتطورها. فنحن في الإدارة التطوير الهندسي بنتبنى التقانات الجاية من الدول الخارجية للمواكبة، والبرامج البرامج الهندسية لمواكبة العمل الزراعي لزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة المواطن وكفاءة المزارع في المجال الهندسي الزراعي. ثاني، نحن نتبنى برامج الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية في إدخالها للمزارع لتقليل التكلفة بتاعت الإنتاج، لأن الطاقة الشمسية موجودة في السودان هي ربنا حبانا بها، فممكن ان احنا نستفيد منها في الري، ممكن نستفيد منها في طلمبات الري، ممكن نستفيد منها في الانتاج الحيواني. فالهندسه الزراعيه هي اساسا حل لمشكله الزراعه في السودان. زي ما عارفين كلنا انه المياه مهمه خالص في كل اشكال الحياه، بالرغم من اهميتها فهي عنصر محدود. فمن هنا جاء الهدف الأساسي لإدارة الري وحصاد المياه اللي هو كيفية المحافظة على المصادر الطبيعية للمياه، وذلك بتطبيق النظم الحديثة في الري. عندنا مهام عدة للإدارة. أول حاجة من المهام الأساسية للإدارة هي تحديد المقننات المائية للمحاصيل. أنا لما أي أزرع محصول لازم أكون عارفة الاحتياجات المائية للمحصول، وبرضه بخد في الاعتبار الفواقد الممكن تحصل لي. نحن بنقوم بتنفيذ برنامج الحلول المتكاملة، وذلك من ذلك بتنفيذ برنامج الهندسة الزراعية المجاز من قبل هيئة البحوث، اللي هو أنا بستخدم تقانات عشان تحافظ لي على المياه. منها ممكن أستخدم الكزل أو الخلخال اللي هو بيقوم بعمل لي بحراتة عميقة للتربة بتحفظ لي المحتوى الرطوبي للتربة بيكون لي فترة أطول. ثاني، أنا ممكن أستخدم الطرات، وممكن أستخدم رافعة التقانات اللي بتعمل لي الشكل بتاع اليو شيب اللي هو بيكون الشكل كده شكل يو، الموية بتيجي بتتجمع، برضو ده نوع من حصاد المياه. الحاجة الثانية برضو بتقييم ومتابعة وحصر النظم طرق ونظم الري الحديثة المستخدمة في السودان، اللي هي عندنا منها من أنظمة الري الحديث المطور، عندنا الري بالرش، وعندنا الري بالتنقيط، وعندنا برضو الري المحوري، وهو من أكثر الاستخدامات في السودان، وكل الاستثمار ما في الآونة الأخيرة مايل لاستخدام الري المحوري اللي هو عنده عدة مزايا، وعنده مزايا كثيرة منها إنه أنا ممكن أستخدمه في أنواع مختلفة من الترب،
ممكن ما احتاج لتسويه او تكلفه زياده عشان انا اسوي التربه، فبالرغم من انه التكلفه الانشائيه بتاعته عاليه لكن هو بيغطيها، يعني في زمن وجيز بيغطيها الري المحوري. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صوت الأرض، والتي خصصناها للهندسة الزراعية ودورها المهم في تطوير العملية الزراعية التي ترتكز على التقانة والتحديث. حتى جديد اللقاء، في أمان الله.